ازيكم اصحابنا؟ عاملين ايه؟ معاكم جوزي ومعاك رده من قناه عالم جوجو وجد. النهارده عامل فيديو بس عايزينكم توصلوا ال 2000 لايك. لو وصلوا الفيديو ال 2000 لايك هتعملوا لهم الفيديو اللي جاي اللي هم هيطلبوه منكم، صح؟ في التعليقات متفقين؟ متفقين. طب احنا النهارده خارجين نعمل ايه؟ نفطر بره ونشتري حاجات. ده اكيد. هو احنا بنخرج من غير ما نشتري؟ احنا ما ينفعش نخرج من غير ما نشتري. احنا قررنا بقى اللي انتوا تقضوا اليوم معانا، صح؟ احنا ما كناش هنصور ولا اي حاجه. وبعدين جت القرابه الصغيره قالت لي لا يا ماما احنا عايزين نعمل ايه؟ نصور. احنا عايزين نصور وناخدهم معانا يشوفوا احنا هنعمل ايه، صح؟ صح. جاهزين؟ جاهزين. هنفطر ونتمشى ونشتري حاجات على حساب مين؟ ماما. ايه؟ ماما. ماما؟ اه. فين ماما؟ نتعنى دي كده فين؟ في انا ما اعرفكوش على فكره. انا اساسا لو جيت وقفت جنبك دلوقتي مش هيعرفوا ان انا ماما اساسا. فين ماما؟ احنا نشوف ماما تجيب لنا كلنا. متفقين؟ متفقين. المهم يلا بينا علشان ما نتاخرش. ونزلنا كده. هتاكلوا عند ابو مازن؟ انا خيرتهم واحنا جايين. تحبوا ايه؟ قالوا لي. قلتوا لي ايه؟ عايزين ناكل عند ابو مازن. احنا هنا كده فين؟ احنا هنا كده في الحدائق، صح؟ احنا كده في حدائق القبة. طب يلا بينا نحجز الاول ترابيزة وبعد كده ننزل نلف لفة كده وبعد كده نطلع على ميعاد الفطار. جاهزين؟ يلا بينا. واحنا ماشيين لقينا الشباشب التحفة دي او السليبرز. جودي كانت هتقول السليبرز، صح؟ لقينا السليبرز التحفه دي. واحنا طبعا ما جبناش شباشب او سليبرز للبيجامات بتاعه الوقفه، فجبنا اللون السيلفر التحفه ده لجودي وجبنا اللون الذهبي او الجولد للانسه مين؟ جايده. هتلبسوه يوم الوقفه وتوروه لاصحابكم؟ اه تمام. يلا بينا نكمل. يلا بينا. وصلنا الاضاءه. بص بقى هيقولوا على الاضاءه واحنا اساسا ما فيش هنا اضاءه خالص. طيب هتاكلوا ايه؟ لا بص هو قال لنا لا مكرونه ايه احنا شبعانين مكرونه. استني هو قال لنا في وجبه كده بتبقى صينيه على بعضها، مش عارفه فين، عايزه ندور عليها. دوري كده عليها في الورقه اللي عندك. اهي لقيناها. اهي هي دي. ايوه هي دي الوجبه الميني العائليه اللي بتاعه الاربع افراد. متفقين؟ اخر كلام. اخر كلام. ماشي اهي. يلا اشرحي كده الوجبه لاصحابك يا جودي. ايوه يلا. واحد ايه؟ دجاجه مشويه. وايه تاني؟ ثلاثة سلطه وربع. اقراي بالترتيب يا جايده. وربع كفته. وايه تاني؟ ورز بسمتي ومش عارفه ايه كده مشكل، انا مش شايفه من عندي هنا. محاشي وبطاطس وسلطه وكوكاكولا. دي جميله. متفقين؟ يلا بينا. قريتيها ايه؟ قريتيها ايه؟ ماشي. ده مفيش اضاءة هنا خالص. يلا كده قبل ما الاكل يجي هنعمل ايه؟ يلا. يلا يا كوكو بسرعة. يلا اختك. مبسوطين؟ هتاكلوا ايه بقى؟ الوجبة فيها ايه؟ بطاطس. ما بتاكلش غير بطاطس وجبنة. بطاطس ايه؟ الوجبة فيها فراخ. ايوه في واحده بتغش على فكره، بتقرا وتغش. في واحده بتقرا وتغش. دجاجه مشويه. وايه تاني؟ واربعه كفته. وايه تاني؟ ثلاثه وسلطه وحاجه ساقعه. مبسوطين. اوي جعانه. كلنا جعانين. تقولي لاصحابكم ايه؟ وهنكمل معاهم باقي اليوم. طيب يلا هتصب التمر. يلا شاطر. يلا واحده كمان بسرعه حسبة الدلق. خلي بالكم عشان احنا كل خروجه بدلقه، مش عايزين اي دلق. الله يبارك لكم. طعمه حلو. نستنى الاكل ولا نشرب الاول؟ طب استنى ماما هي. لا 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 اشربي ماما بقى هي كمان تشرب. انت وشك جايب رياكشن غريب كده ليه؟
عشان احنا مش متعودين على التمر بتاع بره صح؟ انا قلت كده برضه. طب حلو يا جودي جعانة والاكل لسه ما جايش. اللي جم المعالق المعالق هي اللي جت. ايه جايدة انت كل حاجه نفتحها؟ هو ايه اللي جاب التمر كده في كل حته كده؟ الانسه اللي دلقت التمر. بس يلا مش مشكله استنيني الاكل. احنا خلاص فصلنا صح؟ شاطره يا جايدة. بصي يعني قاعدين مستنيين الاكل ازاي؟ شكلكم يموت من الضحك. انا هفضل اصور كده لحد ما الطبق يجي عشان اشوف رد فعلكم ايه والطبق جاي. احساسك ايه كده وانت جعانه ومفيش اكل؟ احساس وحش. احساس وحش. ما احنا مش خالته قالت احنا بنصوم عشان يبقى عندنا صبر وبنصوم عشان نحس بالفقرة صح؟ فين الصبر؟ فين معاكي صبر يا جودي؟ في البيت. عايزة ايه؟ عايزة اكل. حاضر هناكل. خلاص جوعتي؟ والحاج هنا عروستي الجميلة ايه لسه مش طالع بالاكل؟ طب انا عندي حل. ايه رايكم اول ما نطلع نزغرط له؟ اول ما يطلع سقفي له سقفه كبيره. هيجيب الاكل دلوقتي تقلقيش. الاكل يجي. الاكل انا جايبه الصواني بس ما تقلقش. ايه ايه سخنه سخنه. بسم الله. اوه على فكره كان فينا واحده هتعيط. والله والله كانت خلاص هتعيط وربنا. محشي. واو محشي. ايه رايكم؟ حلو. استنوا. واو يلا فتحنا المعالق وكل واحده تاخد الاكل بتاعها في الطبق بتاعها. يلا شاطر شاطر شاطر. ايه جودي في ايه جودي؟ ايه طب يلا كلي. يلا كلي. مبسوطه؟ اكلي جميل حلو. يلا يا كوكو خليك شاطر. لا يلا طبعا واحده هنا بتاكل مش سائله في حد خالص. حلو الاكل. طب يلا خلصي البانيه عشان تاكلي حته فرخه من دي. جايده مركزه مع التلفزيون. طعمه حلو. طعمه حلو. اكلتي؟ شبعتي؟ مبسوطه؟ ماشي. حبيبي اللي هنا الحمد لله شبع. الرز كان حادق. الرز كان حادق مش مشكله بس الفراخ كانت حلوه صح. يلا بينا بقى نكمل بقى اليوم. هو ده ابو مازن. ايوه هو ده ابو مازن. ده مازن نفسه. يس استنوا بس كده نحط الايه؟ الفلوس. حط الفلوس هنا بعد كده انسي نسيبها للراجل بعد كده ليه؟ بعد كده ليه مش نكمل صرف بقيه الفلوس اللي معانا؟ مش ده اللي انت قصدك عليه؟ صح. انت بقيتي منكوشه كده ليه؟ هجمتي على الاكل؟ طب يلا بينا. طب ركز معانا شويه انت مش معانا ليه؟ خلصنا اكل؟ عايزين تروحوا فين بقى؟ روكسي؟ لا مفيش وقت المحلات بتقفل بدري. اعلي صوتكم بس عشان في هوا. هتتمشي شويه. هتتمشي شويه؟ اه من غير ما نشتري حاجه. هنشتري. يلا بينا. يلا بينا. جايده عايزه وافل؟ اه عايزينه ايه؟ عايزينه بالشوكليت؟ نشوف؟ مبسوطين؟ هنعمل ايه تاني النهارده؟ هنتمشى بقى. هدوم تاني؟ هدوم تاني؟ احنا طول ما احنا ماشيين اللي بنلاقيه بنجيبه. اهم حاجه ان انتم مبسوطين صح؟ نوتيلا؟ اه كده في اضافات. نوتيلا ونوتيلا ووايت ايه رايكم؟
متفقين؟ خلاص. طب احنا كمان برضو زيهم. ماشي. عايزه ايه؟ لا نوتيلا. اوكي خلاص نوتيلا. جودي تعالي شوفي. واو حلوه دي كده بتاعتنا. بيكس برضه صح؟ ايه؟ يس. اللي بالمارشميلو انت عايزاها ميكس ولا ايه بي ولا ايه بالظبط؟ ماشي. واو. ايوه بقى. اه شكلها بالمارشميلو جميله. لا هيدوب سنه دلوقتي هيبقى جميل قوي. واو لسه الثالث هيعمله لكم. الانسه الطويله ماشي. واحد بقى للانسه القصيره واحد للانسه القصيره. حاضر هاتي. واو يلا الانسه القصيره وريني وشك طعمه حلو. بقك اتملى شوكولاته. وريني يا كوكو يا مسنة مكسوره. طعم حلو. جاي جودي ماما خلي ده يلف. روح اديله يلف ده. عارفه وشك طالع لونه بينك في التصوير وحياه ربنا خدودك فظيعه. حبيبتي كوكو لفينا واتمشينا وجبنا حاجات كتير بس في اماكن ما عرفناش نصور فيها صح. بصوا جايده فصلت. جايده ايه يا قلب ماما ايه تعبت خلاص؟ ايه الكوتش عامل ايه؟ وجعني الايه؟ وجعني الكوتش وجعني. وانت عروستي بس انبسطنا صح وعملنا حاجات كتير. يلا تقولي ايه لاصحابكم بقى؟ تعملوا لايك وباي باي. وكل سنه وانت طيبه يا عسل.